قبل أن نبدأ ريهام، في خبر صراحة سيء ومؤسف سمعناه في السوشيال ميديا عن انهيار يمكن مشروع المطلع السكني. ودنا ناخذ ونستفسر أكثر أكيد وأكثر. أكيد اتصال مع النقيب رضا السلمان مسؤول التواصل الاجتماعي وأيضا الإدارة العامة للأطفاء. أكيد نبي نستفسر أكثر ونطمن أكثر. مساء عليك بالخير نقيب رضا. مساك الله بالنور يا هلا فيك دكتور طالب، حياك الله. طول عمرك، لو بس تبين لنا الواقع اللي صارت وهذه الحادثة المؤسفة. نعم، مساكم الله بالخير، مساء بخير على جميع السادة المشاهدين. وردنا اليوم بلاغ الساعة 3:45 دقيقة مساء يفيد عن وقوع انهيار في مدينة المطلع السكنية. وعلى أثر هذا البلاغ خرجت فرق الإطفاء من المراكز الجهراء وأيضا الإنقاذ الفني، وطلعت أول فرقة. للأسف يعني حادث أليم، وقع الانهيار على عدد 10 من العمال اللي كانوا يعملون في هذا المشروع، وهم طبعا عمال تابعين عند الشركات الصينية. يعني لله الحمد يعني تم انتشال 3 أشخاص وهم كانوا على غير الحياة، تم تسليمهم للإطفاء الفنية طوارئ طبية وتم نقلهم إلى المستشفى. ولكن بعد طبعا عمليات البحث اللي يعني مستمرة حتى هذه اللحظة، تم يعني استخراج 4 أشخاص للأسف متوفين. والآن يعني تعمل فرق الإطفاء حتى هذه اللحظة للبحث عن 3 أشخاص في إعداد المفقودين. نتمنى إن شاء الله أن نجدهم وهم على غير الحياة، لكن حتى هذه اللحظة العمليات مستمرة. طبعا المشروع هذا اللي كانوا يعملون فيه العمال هو حفر مجاري الصرف الصحي جرام سامة في مدينة المطلع السكنية، والحفرة بعمق 5 أمتار. يعني الجهود متواصلة، فرق الإطفاء حتى هذه اللحظة قاعدة تعمل وتستخدم أيضا المجسات الحرارية للبحث عن المفقودين تحت هذه الأنقاض الرملية. الله يرحم أيضاً الله يرحمهم يا رب. وأنتوا صراحة يعطيكم العافية وعلى جهودكم الصراحة المبذولة حتى هذه الساعات لإيجاد المفقودين في هذا الانهيار. أكيد طبعا الله يرحمهم يا رب، وأكيد الشفاء العاجل للآخرين. لكن نبي نعرف أكثر شنو أسباب هذا الانهيار. نعم طبعا بالتأكيد الأسباب هي عدم يعني وضع المصدات، وأيضا يعني المصدات الخاصة في يعني اللي طبعا تصد الانهيار، بالإضافة للدعامات. يعني هذه الأمور مطلوبة في المشاريع اللي ما كانت موجودة في هذا المشروع. لا للأسف طبعا، للأسف احنا يعني ما شفناها موجودة. والآن طبعا احنا دورنا في هذا الجانب، فتحنا التحقيق عن طريق مراقبة تحقيق حالة الحريق بالتعاون أيضا مع الجهات المعنية هناك، لأن يعني هذا الموضوع بالفعل احنا طبعا الآن يعني إن شاء الله بعد أن نتعرف على نتائج التحقيق سيكون هناك وضع حلول عاجلة لمثل هذه الأمور تلافيا للحوادث. صحيح. في المستقبل. وأيضا يمكن تواجد المسؤولين، يمكن الوزيرة أيضا كانت موجودة رنا الفارس. نعم. في الحادثة وشافت. اليوم احنا يمكن بنوجه رسالة للمسؤولين في الدولة. أكيد. لأصحاب المشاريع هذه اليوم يمكن ضروري أكيد الانتباه ويشوفون شنو أكثر هذه التفاصيل، لأن مثل ما ذكر من شوي منطقة سكنية. صحيح. وهذه المنطقة أكيد ما هي سهلة. يعني طبعا أكيد كل الشكر على مداخلة النقيب رضا السلمان، يعطيك العافية، مشكور.